حمزة. تحية للمنتخب الوطني وكنطلب من المنتخب الوطني باش يلعب الخطة ديالو. ما تدير واحد اسمع السيد الخطة ديال رونالد دابا تدوزو وما تبعوش 0-0 حشوها لنا في الوقت. بحال كتوقع النتيجة ديال المباراة والظروف اللي كت توقع قريب ديالك هاد المباراة تقريبا. التوقع ديالي هو اتوكل على الله والتأهل ديال المنتخب المغربي. التأهل غيكون ان شاء الله. ظلمي ظلمي دقيقة من وقت ظلمي. بسم الله السلام عليكم. اش واقع اذاعة اش واقع اش واقع سيد ظلمي قول لنا شنو واقع هنا. واقع هنا المنتخب غادي يلعب اليوم باش يمشيو قطر. نتمنوا لهم الانتصار بفضل الله. شكرا لكم والله يحفظكم. اش واقع دير مشاهدين متبعي قناة أشواق تيفي مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط من مدينة الدار البيضاء يعني أمام مركب محمد الخامس. ملعب الرعب يعني ملعب اللي غتشهد واحد المباراة ديال ما بين المنتخب المغربي ضد نظيره الكونغولي في تصفيات كأس العالم. ما تشوف معاك عندي الوسط المغربي الرباط ومن مراكش حنا ديما نساندو المنتخب الوطني في المنشا نساندوهم بالطبول وسائل ديال التشجيع وديما تنتمناو المنتخب ديالنا ان شاء الله اليوم باش يتأهل ان شاء الله والنتيجه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله باننا ان شاء الله 3-0 حنا متوقعين على اللعابه ديالنا ان شاء الله باش غادي يجيبوا واحد الانتصار اللي غادي يهديوا للشعب المغربي وجلاله الملك الرياضي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد سعيد مع جمعيه اسود اطلس الاخوان الجاولين اللي ديما كنساندوا الفرق الوطني اينما حل وارتحل. احنا جينا نساندوا الفرق الوطني الشوط الاول ساندناه في كينشاسا الشوط الثاني اليوم في بلادنا وان شاء الله غادي تحقق الفريق الوطني المغربي غادي يدير انتصار غادي يوضعوا فيهم ثقه اللاعبين وغادي يكونوا رجال ونقول لهم جيبوها جيبوها يا الاولاد وان شاء الله غادي ننتصروا اليوم وتهدوا هذا الانتصار والتاهيل ديال المونديال ان شاء الله ديال قطر الثاني على التوالي وتنهدي للشعب المغربي من طرجه للقويره وتنهدي للرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الاستضافة. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام هذه الاجواء من خارج الملعب محمد الخامس. لا بزاف بزاف هذا واحد حطه في الجيك هذا كانت بلاصه هذه ولكن كان هذا واحد ولكن هذا كيجيب الربح وكيجيب الانتصار هو الربح هو الربح ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. شفت الاجواء ديال المباراه ديال المنتخب المغربي ضد نظيره الكونغولي في تصفيات كاس العالم. احنا اصلا كنا في الكونغو حضرنا المقابله وحضرنا الاجواء اللي كانت تماك وتبلاصينا مع المنتخب وكنا غادي من المطار التيران عندنا واحد الساعه ونص والجمهور من هنايا والجمهور من هنا وحنا تخلعنا وكيدير لك هكا 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 ونقول لهم بحال هكا وكون تأهل المغرب وانا كنقول حتى دوك الناس الله يعمر لهم الدار الصراحه ما قاسونا ما ظلموناش وحنا نضيفوا اي واحد من كوغو جا لهنا مرحبا به غير المهم يكون تأهل اليوم وانتو سي واحد اليوم غنصفقوا عليه ان شاء الله التأهل ونقولوا ليه تشاو 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 بالله تشاو ويكون خير ان شاء الله. شنو السر ديال السبعه هذا اللي هاز معاك؟ هذا مو السبعه هذا السبعه هذا عنده السر ديالو كنت بلجيكا كنتفرج ماتش المنتخب جا واحد الصديق جا معايا السبع تماك مشات العلاقه ديال المسمى خديت هذا السبع وليت كنتبلاصه به مشيت به الكوت ديفوار مشيت به روسيا مشيت به مصر مشيت به تورينو المغرب
ديبو سيربيا ماتش امريكان للتاهل من مستوى روسيا وتما كتسميت مول السبع والمفضل ديالكم والجمهور المغربي هما اللي سمع لي مول السبع تبارك الله عليك الله يحفظك تحية للزهر عبد الهادي والسمخ الله يرحمه أحزك برافو الظلم Oh,